البحث الجنائي جزء من المنظومة الأمنية التي تسعى للحفاظ على السكينة العامة من خلال التحري والتدقيق في الأمور البالغة الأهمية. هو جزء من كشف الجرائم وأيضا أداء فاعل في منع الجرائم قبل وقوعها وحل وقائي للكثير من الجرائم، ويحتاج للكثير من الاهتمام والرعاية، فهو عنصر فاعل من أداة إدارة عام شرطة تعز. وبدأ نشاطه رغم ظروف الحرب والدمار الذي لحق به والإمكانيات شبه منعدمة، إنما يوجد له حضور وإنجاز. ممكن نلخص لكم أعمال البحث الجنائي خلال الفترة 2021. طبعا القضايا موجودة في مختلف أقسام الإدارة، بلغ عدد القضايا في مختلف أقسام الإدارة 725 جريمة، تم ضبط منها عدد 675 جريمة. بلغ عدد المتهمين الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم 1004 متهم، تم ضبط منهم عدد 774 متهم. طبعا نتائج الإجراءات أحيلت إلى النيابة، عملنا إجراءات في القضايا التي بلغنا عليها، وعملنا إجراءات وحالناها إلى النيابة. عدد القضايا المحالة إلى النيابة 660 قضية، أحيلت إلى جهات أخرى عدد 17 قضية. أوقفت الإجراءات في عدد 5 قضايا، انتهت بصلح والتنازل عدد 7 قضايا. ومن حيث التبويب، عدد 7 جرائم، يعني تبويب القضايا في البحث الجنائي 7 قضايا جريمة ذات الخطر العام، عدد 9 جريمة تزييف تزوير، عدد 413 جريمة واقعة على الأشخاص والأسرة، عدد 186 جريمة واقعة على الأموال، عدد 84 جرائم مخلة بالآداب، عدد 25 حوادث أخرى. طبعا ابراز القضايا، احنا في مجال هذه القضايا التي تم البلاغ عليها وتم اتخاذ الاجراءات فيها وحيله النيابه، هذه مجمل القضايا التي تبلغنا فيها في البحث الجنائي خلال العام 2021. طبعا هناك معوقات، وهناك ابرز المعوقات هي اولا المرتبات لم تصل الى افراد امن الشرطه، وأيضا الحصار، ارتفاع الأسعار، هذه عوامل لها تأثير على أو معوقات لضبط الجريمة داخل مدينة تعز. طبعا العمل الأمني مسؤولية الجميع، الأمن مسؤولية الجميع في المحافظة، على جميع المواطنين التعاون وإبلاغ عن أي اختلالات ومشتبهين في داخل الحارات والشوارع وكل الأحياء. إدارة مكافحة المخدرات، وهي أيضا لم تغفل دورها المهم في عملية ضبط الجرائم المتعلقة بهذا الجانب، فهي ضبطت العديد من المتهمين والمخدرات وأيضا المواد المسكرة، وما زالت حريصة على تتبع الجناه وملابسات بعض القضايا العالقة، وعازمة على السير في مهامها التي تسعى في مكافحة المخدرات والاهتمام بالشباب. إدارة المخدرات في الفترة الأخيرة عملت على إيجاد حملات ميدانية لضبط تجار ومروجي ومتعاطي الحشيش، ولدينا برنامج لمتابعة وتعقب جميع الأشخاص الذين يقومون بالتعاطي أو الترويج أو الإتجار لمادة الحشيش المخدر. إدارة المخدرات عملت إضافة إلى الجانب الإجرائي، هناك جانب توعوي، عملت على نزول ميداني في جامعة تعز، قدمنا ورقة عمل، قدمنا أيضا محاضرة توعوية في مجال مكافحة في مجال المخدرات توعوية في جامعة تعز، في الجامعة الوطنية، في بعض مدارس تعز. البحث الجنائي يعمل ليل نهار من أجل السكينة العامة والحفاظ على أمن المواطن. نعيم خالد لبرنامج أمن الوطن تعز.